بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم إنا نستأنف الرغبة إليك أن تصلي على أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في لقاء سابق مع أبي سليمان الخطابي في كتابه بيان إعجاز القرآن الكريم، توقفنا عند وصفه للتحدي وعجز العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، وضرب مثلاً وهو أنك لو قلت لرجل عطشان، لو عرض أمامك حالة رجل عطشان حتى مات من العطش وأمامه كوب من الماء ومات دون أن يشرب، ألا يدل هذا على أنه كان هناك مانع منعه من أن يشرب؟ بلا ريب، لابد أنه ما دام قد مات ظمآن والماء أمامه وهو يمكنه أن يشرب فلم يشرب، دل ذلك على عجزه. دل ذلك على إيه؟ على عجزه. وقفنا عند هذا الحد في صفحة 22، ثم قال أبو سليمان: قلت وهذا من وجوه إعجازه، وهذا من وجوه ما قيل فيه أبينها دلالة وأيسرها مؤونة. لاحظ، أبينها دلالة وأيسرها مؤونة. أبينها دلالة، لأن الأمر واضح جدا، مات والماء أمامه، فواضح على العجز، وعجز العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم واضح فاضح، لا مرية فيه ولا جدال فيه. فهذا أبين شيء في مسألة إعجاز القرآن الكريم، أبين شيء في مسألة إعجاز القرآن الكريم هو إثبات عجز العرب عن أن يأتوا بمثله، لأن هذا ثابت بنص القرآن لا جدال فيه، وثابت بحكم الواقع الزمن الممتد 4 قرون قبل أبي سليمان الخطابي، 14 قرنا من يوم أن نزل القرآن، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل الإيه؟ القرآن. قال: وهو مقنع، وهو إيه؟ مقنع لمن، لاحظ عندك في الطبعة، لمن تنازعه نفسه، مش كده؟ هو لعل الصواب لمن لا تنازعه نفسه، لعل الصواب أن هناك لا نافية محذوفة. هو مقنع يعني من أراد أن يكتفي بهذا في مسألة إعجاز القرآن الكريم خلاص يكتفي، مقنع له أن العرب عجزوا، وأن عجزهم دليل على أن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هو مقنع له، هو يكتفي بهذا القدر. وهو مقنع لمن لا تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه. لاحظ، عندنا مسألتان: المسألة الأولى إثبات الإعجاز، وإذا أردت أن تكتفي فيها بما قلنا لك أن تكتفي، مقنع لك. المسألة الثانية مسألة كيفية وجه إعجاز القرآن، الكيفية، كيفية إعجازه، كيف كان معجزاً؟ إحنا سلمنا أنه معجز، قل لي بقى الآن، قل لي كيف كان معجزاً؟ هذه الكيفية هي التي حارت فيها البرية. تاني، هذه الكيفية هي إيه؟ هي التي حارت فيها البرية، وستظل حائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني هذه حيرة لذيذة جدا، وحيرة ممتعة جدا، بدأت
منذ نزل القرآن وستنتهي لا نهاية لها إلا عند قيام الساعة. ماشي معايا ولا إيه؟ في الحقيقة أن قول أبي سليمان وهو مقنع لمن لا تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز في لمحة أن نزاع النفس يعني نزاع النفس يعني شوق النفس إلى المعرفة، توق النفس إلى المعرفة، هذا هو الذي يولد العلم، هذا هو الذي يولد الإيه؟ يولد العلم وينتج المعرفة. أما إذا لم يكن عندك وازع في نفسك لا تنازعك نفسك أن تتوق إلى هذا، خلاص كتر خيرك وأكتفي بما حصلت. ولكن السبيل إلى المعرفة هو منازعة النفس، هو منازعة الإيه؟ ولذلك كلمة جليلة جدا، قال وهو مقنع لمن لا تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه، يعني أنه غير مقنع، ها بمفهوم المخالفة، غير إيه؟ مقنع لمن تنازعه نفسه أن يعرف كيفية الإعجاز. وهذا أبو سليمان فتح بابا وهو باب معرفة كيفية إعجاز الإيه؟ القرآن الكريم. ثم قال وذهب قوم، الآن سيبدأ يرصد آراء العلماء في إعجاز القرآن الكريم، آراء العلماء في زمانه وقبل زمانه في إعجاز القرآن الكريم. طيب يا ترى ما موقفك يا أبا سليمان؟ هل ستكتفي بعد هذه الأقوال قولا قولا مذهبا مذهبا، أم أنك سيكون لك فيها رؤية ويكون لك معها موقف؟ هو الأصل هذا، الأصل أن الباحث، أن العالم، أن الدارس لا يكتفي بمجرد عرض الأقوال، لا يكتفي بمجرد إيه؟ عرض الأقوال، لأنك إذا حكيت كلام زيد وعمر فما زدت شيئا، فما إيه؟ فما زدت شيئا. أما أن تقول لي ما رأيك في كلام زيد وما رأيك في كلام إيه؟ عمرو، تمام؟ يبقى الأصل في الباحث ألا يعرض المعلومات صامتة جامدة هامدة، بل لابد أن يبث فيها حياة من حياة نفسه، أن يبث فيها إيه؟ ها؟ حياة من حياة نفسه، ويبث فيها من فكره ومن عصارة تجربته وخبرته، هذا هو الأصل. أما أن تكتفي بمجرد سرد الأقوال فهذا يعني ليس فيه كبير عناء، ليس فيه كبير إيه؟ عناء. قال وذهب قوم، لاحظ كلمة ذهب وكلمة قوم، يعني هذا مذهب ومذهب إيه؟ قوم، يعني جماعة. والتعبير بكلمة قوم يدل على أنهم كانوا يقومون على نصرة هذا المذهب، لأن القوم من القيام، قوم من الإيه؟ من القيام، أي أنهم كانوا جادين في نصرة رأيهم، كانوا جادين في نصرة إيه؟ رأيهم، كانوا قائمين عليه، قائمين عليه. وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة، الصرفة من الصرف، الصرفة من الإيه؟ والصرف هو الانصراف، هو الانصراف. قال أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها وغير معجزة عنها. هذا المذهب الذي بدأ به الخطابي بدأ به لكثرة أتباعه، وبدأ به لأنه كانت له كلمة عالية في زمان الخطابي، وكانت له كلمة عالية عند أهل زمانه. مذهب الصرفة يقول نعم القرآن في حد ذاته كان العرب قادرين على أن يأتوا بمثله،
افهم معي، كان العرب ايه؟ ها؟ قادرين على ان ياتوا بمثله، ولكن الاعجاز في ان الله صرف هممهم وصرف عزائمهم وصرف اراداتهم عن ان ياتوا بمثله. فالاعجاز هنا في القران ذاته ام في الصرف؟ الاعجاز في الصرف. يبقى اذن الاعجاز امر خارجي عن القران الكريم، في هو قدره الهيه. هؤلاء القوم يرون ان اعجاز القران كان قدره ايه؟ كان معجزه الهيه، في ان الله نزع همم الناس، نزع همم العرب عن معارضه القران الكريم. سلام. يعني العرب على اتساع افاقهم وعلى اتساع رقعتهم وعلى اتساع ازمنتهم نزع الله هممهم وثبط عزائمهم وصرفهم صرفا تاما عن أن يأتوا بمثل القرآن، يقول مع أنه كان في مقدورهم، مع أنه كان إيه؟ طبعا مسألة كونه في مقدورهم دي مسألة أبطلها العلماء تماما، لأنه لم يكن في مقدورهم، لأنه لم يكن إيه؟ في مقدورهم. لكن هذا هو رأي علماء الصرفة، يقولون القرآن معجز، نعم معجز، ولكن العرب ببلاغتهم وفصاحتهم ووصولهم الغاية كان بمقدورهم أن يقولوا مثله، ولكنهم لم يقولوا، لأن الله لم يشأ لهم أن يقولوا، لأن الله نزع هممهم ونزع عزائمهم وصرفهم عن ذلك. فالإعجاز في هذه القوة الإلهية الخارقة التي أخذت هممهم وصرفتهم عن ذلك. تمام؟ طيب، قال: إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات. يعني المعجزة هنا ليست في القرآن، وإنما في أمر خارج عنه، وهو صرف الهمم، وهو صرف الإيه؟ الهمم. فقالوا، يستدلوا، قالوا: لو كان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده بين ظهران قومه، ثم قيل له: ما آيتك؟ فقال: آيتي أن أحرك يدي أو أمد رجلي، ولا يمكن أحدا منكم أن يفعل مثل فعلي، والقوم أصحاء الأبدان، لا آفة بشيء من جوارحهم، فحرك يده أو مد رجله، فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه، كان ذلك آية دالة على صدقه. هذا هو المثال الذي ضربوه لمسألة الصرفة. يفترضون أن نبيا بعث وقالوا له: ما معجزتك؟ قال: معجزتي أن أمد يدي أو أمد رجلي، وأنتم لا أحد منكم يستطيع أن يفعل ذلك مع أنكم أصحاء وفي غاية الصحة وتمام العافية. ثم مد يده أو مد رجله ولم يستطع واحد منهم أن يفعل ذلك، دل ذلك على أنه إيه؟ على أنهم عجزوا، على أنهم إيه؟ عجزوا. قال: وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي، ولا إلى فخامة منظره، وإنما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجاري العادات ناقضا لها، فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء بها. هو هنا يرد اعتراضا قد يعترض به معترض، ويقول: يا سيدنا، إيه ما مد الرجل ومد اليد؟ هذا أمر صغير جدا، أمر حقير جدا، قليل جدا. قال: نعم هو أمر قليل، ولكن المعجزة لا ينظر إلى حجمها، لا ينظر إلى إيه؟ حجمها. فالإعجاز في خلق البعوضة كالإعجاز في خلق الفيل، الإعجاز في خلق الإيه؟ البعوضة كالإعجاز في خلق
الفيل. من ناحية المعجزة كمعجزة لا ينظر إلى إيه؟ إلى حجمها وضخامتها، وإنما ينظر إلى العجز عنها، ينظر إلى الإيه؟ تحقق العجز عنها، ينظر إلى تحقق العجز عنها. طيب، أنت تلاحظ أن القرآن الكريم جاء ذكر فيه، يعني عرضاً كده، مسألة عرضاً، ذكر فيه الحيوانات والطير والمخلوقات العجيبة. بدأ في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، بدأ بالبعوضة وانتهى بالفيل في سورة الفيل. ها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فبدأ بأصغر شيء وانتهى بإيه؟ بأكبر الحيوانات أو تمام. وفي الوسط جاء بالنحل والنمل والبقرة وصور كثيرة وضرب أمثلة كثيرة. طيب، والهدهد والغراب، فده كثير في القرآن الكريم. المهم أن الخطابي يقول لك: لا تستصغرن هذه المسألة، المسألة تتوقف على مدى تحقق العجز، فمدى تحقق العجز عن الإتيان بالشيء فقد تحقق، ثبت. مسألة مد اليد، مسألة مد الرجل، هذه مسألة تافهة، ولكن مع تفاهتها إذا عجز الناس في زمانهم عنها وهم أصحاء فثبت الإعجاز ولا لا؟ ثبت الإعجاز، تمام؟ وكما قلت لك وأردت أن أقرب لك، قلت لك إن الإعجاز في خلق البعوضة كالإعجاز في خلق الإيه؟ كالإعجاز في خلق الفيل. طيب، قال: وهذا أيضا وجه قريب. هذا تعليق، يبقى إلى هنا انتهى الخطابي من عرض الرأي، عرض المذهب، عرض مذهب القوم وعرض دليلهم. مذهبهم صرف الهمم، دليلهم مسألة مد اليد ومد الرجل إلى آخره. طيب، ما رأيك يا خطابي في هذا؟ قال، ما خد بالك بقى معي، قال: وهذا أيضا وجه قريب، إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه، وهي قوله سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لاحظ، هذه الآية نزلت منذ نزل القرآن الكريم، والقوم يقرؤونها في زمن الخطابي دون أن يلتفت أحد إلى هذه الإشارة التي سيذكرها الخطابي وسيرد بها رأي القائلين بالصرفة ويهدمه هدما تاما، يهدمه هدما تاما. قال الخطابي: فأشار في ذلك، أي أشار في الآية، إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد. من أين أخذ الخطابي هذا الكلام؟ من قوله: قل إن اجتمعت، اجتماع، الله تعالى دعا العرب إلى الاجتماع أن يأتوا بمثل الإيه؟ القرآن. ولم يدعوا العرب فقط، بل دعا الإنس والجن، دعا الإنس والإيه؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن. طيب، الله يدعوهم إلى أن يجتمعوا، وأنت تقول، هذا المذهب يقول: لا يا سيدي، ده ربنا اللي صرف هممهم، صرف هممهم. طيب، إذن الآية تشهد بخلاف ذلك. هذا المذهب يقول: هم كانوا قادرين أن يأتوا بمثل القرآن، ولكن المعجزة في صرف الهمم، المعجزة في أن الله صرف إيه؟ كيف يصرف الله هممهم وهو قال لهم اجتمعوا واحتشدوا؟ وليس الإنس فقط، بل الجن أيضاً. وليس هذا فقط، بل قال: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني أمرهم بالاجتماع، ولم يخص الإنس، بل ذكر الإنس والإيه؟ والجن. ثم أمرهم بألا يبحث كل منهم المسألة منفردا، بل يعاون كل منهم صاحبه، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا يعني معينا. ولاحظ أن كلمة ظهير
مشتقة من الظهر، مشتقة من الإيه؟ من الظهر، لأن الظهر هو موضع قوة الإنسان، هو موضع قوة، فكأنه يدفع به، يدفع إيه؟ يدفع، يسند ظهرا إلى ظهر، ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ يعني معينا، غاية الإعانة وغاية القوة. والفرق بين لو قال ولو كان بعضهم لبعض معينا، لم تجد هذا التصوير الرائع في أن كل معين أسند ظهره إلى أخيه لقوة الدفع ولقوة تحقيق الغاية وقوة تحقيق المراد. إذن هذا أبو سليمان في كلمتين اثنتين، في جملتين اثنتين، جملتين اثنين، أبطل مسألة الصرفة. قال: فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد. يا سلام، طريقه الإيه؟ يعني اجتمعوا، اجتهدوا. وسبيله التأهب والاحتشاد. ولاحظ هذه الروعة في بناء العبارة التي بناها الرجل. ها؟ طريقه التكلف والاجتهاد، سبيله ها؟ التأهب والاحتشاد. هذا السجع اللطيف وهذا التوزيع المتناغم للجمل، كأن أبا سليمان بنى الفكرة لتحفظ، كأنه بناها لإيه؟ يريدها أن تستقر في الأفئدة. جملة واحدة بناها لتحفظ، لأنها ستهدم، لأنها ستهدم قضية الصرفة التي شغلت كثيرا من أهل العلم في زمانه، وألفت فيها كتب مؤلفة. ستهدم قضية الصرفة التي شغلت كثيرا من أهل العلم في زمانه، ودارت حولها الكتب، ودارت حولها الرحى، وصرفت إليها الهمم. هدمها الخطابي بجملتين اثنتين، أن الله بين لهم، أمرهم بالاجتهاد والاحتشاد وبالاجتماع بالتكلف والاجتماع والتأهب والاحتشاد. والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة، لأن الصرفة معناها أن الله صرفهم. يا سيدي صرفهم وهو يقول لهم اجتمعوا، كيف هذا؟ يبقى الأمر متناقض تماما، فدل على أن المراد غيرها، والله أعلم. لا شك أحيانا من توفيق الله للعالم أن يهتدي إلى وجه أو إلى طريقة في أمر واضح جدا. يعني هذه الآية قرأها الناس في زمن الخطاب، وقرأها العلماء الذين قالوا بالصرفة، ونقرأها نحن الآن. ولكن انظر كيف استطاع أبو سليمان أن يصل منها إلى الدليل من أقرب سبيل. ها، كيف استطاع أبو سليمان أن يصل منها إلى الإيه؟ إلى الدليل من أقرب، من أقرب سبيل، من أقرب سبيل. و ما دام وضع يده على الدليل خلاص انهدم الباطل، انهدم البنيان كله، انهدم البنيان كله. يعني مسألة الصرفة التي ألفت فيها كتب وشغلت الناس انتهى أمرها بجملتين اثنتين، بكلمتين اثنتين، يا أبا سليمان. هذا 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 توفيق من الله، هذا توفيق للعالم. إذا كان العالم معه توفيق من الله وجدت له مثل هذه الفتوح ومثل هذه الإشارات. ها، عايز تقول إيه يا ابني؟ أقوى دليل من قال بالصرف، يعني ما هو أقوى دليل؟ هو هذا الدليل القوي الذي عرضه، حكاية الصرف، حكاية مد اليد ومد الإيه؟ ومد الرجل، لأنه دليل واقعي، لأنه دليل إيه؟ واقعي. أقول لك أنا أمد يدي وأنت لا تستطيع أن تمد يدك، هذا دليل على أنك عاجز، مع أنك صحيح وجسمك سليم وبدنك قوي. تمام؟ ها؟ يعني ما
هم أكثرهم كان من علماء الكلام، كان من طائفة المعتزلة. نعم أحسنتِ، أكثرهم كان من علماء الإيه؟ كان من علماء الكلام. طبعًا الذي قال بالصرفة في بداية أمرها هو النظام، أبو النظام أستاذ الجحظ، النظام أستاذ الإيه؟ الجحظ قال بالصرفة وكتب فيها وألف فيها، وكذلك الجحظ مع سعة علمه كتب في الصرفة ربما ليرد على النظام، ربما ليرد على الإيه؟ لكنك تعجب من هذا البنيان الذي ألفت فيه كتب ثم نقضه بالضاد، ثم إيه؟ نقضه الخطابي كما قلت من آية واحدة وبجملتين اثنتين، وبجملتين إيه؟ اثنتين. طيب، ثم قال وزعمت طائفة، سيأتي إلى رأي آخر، يبقى هو انتهى الآن من الإعجاز بالإيه؟ بالصرفة والرد عليه، انتهى الآن من الإعجاز بالصرفة والرد عليه. قال وزعمت طائفة، لاحظ هناك قال ذهب قوم، ذهب إيه؟ وهنا قال زعمت طائفة، زعمت إيه؟ طيب، زعمت، الزعم حين تسمع من العلماء زعم كذا وزعم كذا، يعني معناه ان ده راي يعني ليس قويا، ليس ايه قويا، ها ايوه. وزعم الطائفة ان اعجازه انما هو فيما يتضمنه من الاخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، نحو قوله سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكقوله سبحانه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذا رأي، وهو أن القرآن معجز بإخباره بالأمور الغيبية التي ستقع في مستقبل الزمان. القرآن أخبر عن أمور غيبية ستقع في المستقبل ووقعت كما أخبر، ووقعت كما إيه؟ ووقعت كما أخبر. طيب، الفرس كانوا منتصرين على الروم، كانت هناك الحرب سجال بين الفرس والإيه؟ والروم قبل الإسلام، فانتصر الفرس على الروم، فقال الله غلبت الروم يعني هزمت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يبقى القرآن حكم بأن الروم ستغلب، بأن الروم إيه؟ وحدد فقال في بضع سنين، والبضع العدد من ثلاثة الإيه؟ من ثلاثة لتسعة زي ما بيقول، في بضع إيه؟ في بضع سنين. وفعلا لم تمر هذه السنون إلا وقد غلبت الروم، فتحققت نبوءة القرآن وتحقق إخباره بالأمر الغيبي الذي سيحدث في المستقبل كما قال وفي نفس السنوات التي حددها. هذا وجه من وجوه الإعجاز. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بعض الصحابة لما سمع سيهزم الجمع ويولون الدبر قال يا رسول الله أي جمع؟ فلما جاءت غزوة الخندق واجتمعت العرب وهزمهم الله تحققت الإيه؟ تحقق ما أخبر به القرآن. القرآن الكريم أخبر عن أشياء غيبية تحدث في الزمن المستقبل، منها هذه الآيات، وتحققت كما أخبر، فهذا دليل على أنه ليس من عند محمد، ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الله الذي يعلم الغيب ويعلم ما يكون في وما سيكون في الزمن القادم. طبعا الإخبار بالغيب عندنا الغيب ينقسم قسمين، غيب الماضي وغيب الإيه؟ المستقبل. غيب الماضي منه في القرآن الكريم كثير جدا من قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة التي كانت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، لما لم تقل لي إن من إعجاز القرآن الإخبار بالغيب الماضي، إنما خصصت لي الإخبار بالغيب الإيه؟ المستقبل.
ما لازم تسأل نفسك، لابد أن تسأل نفسك. الغيب غيبان، غيب ماض وغيب مستقبل. غيب الماضي كما أخبر عن قصص نوح وهود وصالح وآدم والأمم الغابرة وعزير وأصحاب الفيل وأصحاب وقصة ذي القرنين إلى آخره، ده غيب، كل ده غيب إيه؟ غيب ماضي. طيب أنت تقول لي هذه الطائفة تقول لا، الإخبار عن الكوائن المستقبلة. لاحظ العبارة بتقول إيه؟ ها؟ وزعمت طائفة أن ها؟ أيوه، إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، فخص مستقبل الزمان لأن هذا ربما يقال إن ده محمد تعلمه من العلماء الغيب الماضي. الغيب الماضي كما يقولون يعني كان يجلس إلى فلان وفلان ويقص عليه الحكايات والأساطير القديمة، ها؟ وقالوا عن القرآن أساطير الإيه؟ الأولين وحكايات المتقدمين، فلذلك أعرضوا عن هذه تماما وقالوا لا، طب خلينا في غيب الإيه؟ المستقبل، غيب الإيه؟ لأنه لا يقبل الطعن، لا يقبل الإيه؟ غيب المستقبل. لاحظ قوله فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان. الكوائن مفردها إيه؟ كائنة، مفردها كائنة، لأن فاعلة تجمع على فواعل زي قاعدة وإيه؟ وقواعد، وراسخة ورواسخ، وثابتة وثوابت. فأنا عبارتي لا تواتيني أن أقول هذه الكلمة، يعني جمع كلمة كائنة، يعني العبارة الجارية على ألسنتنا أن نقول إن القرآن أخبر عما يكون في المستقبل، مش كده ولا إيه؟ عما يكون في مستقبل الزمان. ولكن انظر إلى 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 الكلمة العالية من أبي سليمان، الإخبار عن الكوائن، عن الإيه؟ هذه لطيفة، هذه لا تمر عليك وأنت غافل. طيب قال ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالها مواقع أكوانها. يا سلام، من الأقوال ها التي، يا أخي أسلوب هذا الرجل من الأساليب العالية جدا، مع أنه كان محدثا، مع أنه كان من علماء الحديث، أسلوبه عالي جدا. يقول ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالها مواقع أكوانها، يعني الواقع حين حدثت وحين كانت صدق القول، صدق الإيه؟ صدق القول، تمام؟ قلت، عرض الرأي، عرض المذهب، يبدأ يعلق عليه. طيب لو أنك فكرت في هذا الرأي قبل أن يعرض أبو سليمان الرد عليه، ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ القرآن معجز لأنه بيخبر بغيب الزمن المستقبل، وهذا وارد كثير في آيات من القرآن الكريم، وارد في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها هذه الآيات التي ذكرها الخطاب. قال قلت ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه. حط خط، نوع من أنواع، لاحظ هذه الكلمة تقول لك ماذا؟ تقول لك إن هذا المذهب يقصر إعجاز القرآن كله في أمر الإخبار بالغيب، وهو يقول لهم لا، أخطأتم، هذا وجه واحد فقط، هذا وجه واحد إيه؟ فقط، وليس هو كل وجوه إعجاز القرآن الكريم، تمام؟ أيوة. ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن. انظر إلى عقل هذا الرجل، عقل عجيب جدا، يقول لك الأصل في إعجاز القرآن أن يكون موجود في كل آية، يكون موجود فين؟ في كل آية يتحقق فيها الإعجاز، ويكون موجود في كل سورة. طيب هذه الآيات التي تخبر بالغيب
هل هي موجودة في كل آية في القرآن؟ لا. هل هي موجودة في كل سورة في القرآن؟ لا. هي موجودة في بعض الآيات دون بعض، وموجودة في بعض السور دون بعض. فيلزم عن هذا أن يكون، لو قلنا إن القرآن لا وجه لإعجازه إلا الغيب، أن يكون بعض القرآن معجز وبعضه غير معجز. ما فيه آيات غيبية وإخبار غيبية معجز، والذي خلا من ذلك غير معجز. السورة التي فيها إخبار بالغيب معجزة، والسورة التي ليس فيها إخبار بالغيب غير معجزة. انظر كيف سداد العقل وكيف سداد الفكر. ها؟ أيوة. وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها، لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها، فقال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من غير تعيين، حط خط تحت كلمة من غير تعيين دي. من غير تعيين يعني إيه؟ يعني هو قال فأتوا بسورة ولم يحدد سورة، فكلمة سورة تشمل جميع سور القرآن، يبقى التحدي بجميع السور وليس بسورة دون سورة، والأمر الغيبي موجود في سورة دون سورة. يبقى معنى هذا أن ده ليس هو الإيه؟ ليس هو الوجه الوحيد لإعجاز القرآن الكريم، وإنما هو وجه من ضمن الوجوه، وجه من ضمن الإيه؟ الوجوه. فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه. طيب انتهينا. يبقى هو عرض وجهين، الوجه الأول الصرفة ورد عليها، والوجه الثاني الإخبار بغيب المستقبل ورد عليه. وأنت تستطيع أن تقيس على هذا الأصل الذي أصله أبو سليمان الخطابي في زمانك هذا، فيقال لك مثلا مما أثير في زماننا أن القرآن معجز بالاكتشاف، بما فيه من اكتشافات علمية، بما فيه من أخبار عن أشياء علمية عالية جدا صدقها واقع العصر الحديث بالمكتشفات الحديثة. معي ولا إيه؟ يعني مثلا: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قالوا إن الغواصين لما نزلوا في قاع البحار فعلا إذا أخرج يده لم يكد يراها، خلاص. طيب ده والكون لما تصعد في طبقات الجو العليا لا ترى شيئا، لا. ولذلك قالوا إنما سكرت أبصارنا، إنما سكرت إيه؟ أبصارنا. هذه الأشياء المكتشفات الحديثة التي جاءت في القرآن الكريم وصدق العلم الحديث عليها، وصدق العلم الحديث عليها، هل نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم معجز بها وحدها؟ يبقى أيضا نستطيع أن نقتبس من أبي سليمان رده ونقول: نعم، هي وجه من وجوه الإعجاز، ولكنها ليست كل وجوه الإعجاز. لماذا؟ لأنها موجودة في آيات دون آيات، وفي سور دون سور، والأصل في القرآن أنه كله إيه؟ أنه كله معجز. الأصل في القرآن أنه كله إيه؟ معجز بجميع آياته وجميع إيه؟ وجميع صوره. تمام؟ فالرجل وضع قواعد، وضع أصولا للنظر يمكن أن نستلهمها فيما يستجد في حياتنا من وجوه جديدة لإعجاز القرآن الإيه؟ لإعجاز القرآن الكريم. طيب، قال: وزعم آخرون، هذا الرأي الثالث، وزعم إيه؟ ولاحظ أنه صدره بزعم. طيب، هو صدر الرأي السابق بزعم، زعمت طائفة، خد بالك أن ده وجه معتبر، الإعجاز بالإخبار بالغيب وجه معتبر وذكره بعض العلماء، وهو وجه صحيح، إلا أنه ليس هو الوجه الأوحد، ليس هو الوجه الإيه؟
الأوحد، فهو وجه صحيح. قال: وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة. طيب، كن إعجازه من جهة البلاغة، هذا هو الذي عليه إجماع الأمة، وأنت تقول لي زعم وآخرون. ركز، ركز معي، ركز معي، لأنك إذا قرأت ولم تحرك عقلك فيما تقرأ يبقى ما فيش فايد. يبقى إيه يا عم الشيخ؟ ما فيش فايد. لكن لابد أن تقرأ وأن تحرك عقلك فيما إيه؟ فيما تقرأ. وزعم أبو سليمان الخطابي من خلال هذا الذي استعرضناه كأنه يرى أن القضية ما دمت لا تستطيع أن توجد الدليل القطعي الثابت فيها، ما دامت ليست صادقة بنسبة 100%، فهي لا تزال زعما، لا تزال في إطار الإيه؟ لا تزال في إطار الزعم. تمام معايا ولا إيه؟ حتى وإن كان عليها أكثر العلماء. وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة. قال: وهم الأكثرون من علماء أهل النظر. لاحظ، هم الأكثرون وعلماء أهل الإيه؟ مش علماء أي كلام، علماء أهل النظر، أهل الفكر، أهل التدبر، أهل الروية. وهذا هو ما عليه إجماع الأمة، أن القرآن معجز ببلاغته. لما كان القرآن معجز ببلاغته ولما كان عليه إجماع الأمة؟ لأنه متحقق في كل كلمة في القرآن. لأنه إيه؟ ها؟ متحقق فين؟ في كل سطر في المصحف، في كل جملة في المصحف، في كل آية في المصحف. فهو يشمل القرآن الكريم كله، ولا يشمل آية دون آية، ولا سورة دون سورة. تمام؟ أيوة. ولذلك صدق حين قال: هم الأكثرون من علماء أهل الإيه؟ النظر. قال: طيب أنت خلاص يا سيدي، أنت قلت لي أن دول أكثرون ودول خلاص، يبقى أنت معهم، يبقى ليس لنا إلا أن نكون معهم وأن نسلم بما قالوا. قال: وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال. متفقون على أن القرآن معجز ببلاغته، ولكن كيف كان معجزا ببلاغته؟ يعرض الإشكال. يبقى كونه معجز بالبلاغة أمر اتفقت عليه الأمة، واتفق عليه الأكثرون من علماء أهل النظر كما قال الخطابي، ولكن كيف كان معجزا ببلاغته؟ هنا يقع الإشكال. قال الخطابي، وأنا ألاحظ برضه أنه بنى الجمل على السجع اللذيذ ليحفظ، قال: وفي كيفيتها يعرض الإشكال ويصعب عليهم منه الانفصال. ركز معي، وفي كيفيتها إيه؟ ها؟ يعرض لهم الإيه؟ الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال. لاحظ هذا السجع، يعني إشكال هم واقعون فيه ولا يستطيعون الخروج منه، لا يستطيعون منه الانفصال. إشكال واقعون فيه ولا يستطيعون الخروج إيه؟ ما هو هذا الإشكال يا أبا سليمان؟ كيف كان معجزا؟ معجز ببلاغته، نعم سلمنا لك، لأن البلاغة موجودة في كل آية، وموجودة في كل سورة، وموجودة في كل كلمة. فالمطاعن أو العقبات التي أخذت على الآراء السابقة مش موجودة هنا، غير موجودة هنا. ولكن قل لي كيف كان معجزا ببلاغته؟ قال: وفي كيفيتها يعرض الإشكال ويصعب عليهم منه الانفصال. ووجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به. ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن وصفها سائر البلاغات،
وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة قالوا إنه لا يمكننا تصويره. يا سلام يا سلام. انظر، دائما العلم يحتاج إلى أن تبحث فيه كما قال علماؤنا عن ثغرة ليس عليها مرابط، عن ثغرة إيه؟ ها؟ ليس عليها مرابط. ابحث عن النقطة التي تنطلق منها في بحثك، ابحث عن النقطة الجديدة التي ستبدأ منها. الآن أبو سليمان نقض القولين السابقين، الصرف والإخبار بالغيب، وأتى بما أجمعت عليه الأمة وهو البلاغة. طيب ماذا ستقول؟ قال لك لا، أنا سأبدأ من موضع الإشكال، سأبدأ من موضع الإيه؟ الذي لا يستطيعون عنه الانفصال. طيب ما هو هذا؟ قال هم حين إذا سألتهم كيف كان معجزا ببلاغته، ما هي البلاغة التي اختص بها القرآن وليست موجودة في كلام العرب؟ مش انت بتقول لي هو خارج عن عادة، عن كلام العرب، أعجز العرب؟ طب ما البلاغة الموجودة فيه الخاصة بالقرآن الكريم وليست موجودة في شعر العرب ولا في نثر العرب ولا في كلام العرب؟ إذا سألتهم عن ذلك عجزوا، إذا سألتهم عن ذلك إيه؟ عجزوا. وهذه الكلمة العالية التي قال عنها أبو سليمان، قال إن عامة العلماء حينما قالوا معجز ببلاغته كأنهم صاروا مقلدين، كأنهم صاروا إيه؟ هو خلاص إحنا فهمنا أنه معجز بالبلاغة، وحين أسأل أقول هو معجز بالإيه؟ طب يا سيدي، ألم تسأل نفسك ما البلاغة التي اختص بها وليست موجودة في كلام العرب حتى تستطيع أن تحقق القول وتستطيع أن تضع اليد على الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم وليست موجودة في كلام العرب؟ لاحظي أنه ذكر أمرين، ذكر هو أولا عاب التقليد وذمه ذما قبيحا جدا وذما شنيعا جدا، لأن التقليد ذل، التقليد إيه؟ والمقلد ذليل، والمقلد ذليل، هكذا كان يقول علماؤنا وقالوا هذا في الفقه، قالوا هذا إيه؟ والأصل في الفقه كمان أنه يعني عملية حلال وحرام، قالوا المقلد ذليل، المقلد إيه؟ ذليل، وقالوا التقليد ذل، حتى إن الزمخشري كان يصف المقلد ويقول إنه كالعنزة الجرباء تحت المطر البليل، كالعنزة الإيه؟ الجرباء تحت المطر البليل، تحت المطر البليل. فتراثنا وعلمنا وعلماؤنا يزمون التقليد، يزمون الإيه؟ يعني أن تقول شيئاً ليست عندك أدلة عليه، ليست عندك حجج عليه، لا تستطيع إذا قيل لك وضحه، بينه، اكشفه، هات الحجج والأدلة، لا تستطيع، إذن أنت مقلد، إذن أنت إيه؟ مقلد. تمام؟ قال وهذا هذه الفقرة لو لم يكن لأبي سليمان الخطابي في كتابه هذا إلا هذه الفقرة لكانت حسبه، لكانت إيه؟ لكانت حسبه. يقول وفي كيفيتها، وأنا أحب أن أقرأ كلامه مرة ثانية، وفي كيفيتها يعرض لهم الإيه؟ الإشكال، ويصعب عليهم منه الانفصال، ووجدت عامة أهل العلم أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به. الأصل في العلم التحقيق والإحاطة،
الأصل في العلم هو الإيه؟ التحقيق. والإيه؟ التحقيق يعني أن تعرف حقيقة الشيء وجوهره، وأن تحيط بتفاصيله شيئاً جزئية جزئية، هذا هو الأصل في العلم. أما أن تقول معجز ببلاغته وتسكت دون أن تبين لي ما البلاغة التي أعجزت العرب في القرآن الكريم، يبقى أنت لم تخرج عن ذل التقليد. لم تخرج عن إيه؟ عن ذل التقليد. وارض لنفسك بذل التقليد، وارض لنفسك بإيه؟ بذل التقليد. إن كنت عاجزا ارض لنفسك بذل الإيه؟ التقليد. وكأن أبا سليمان يقول لي: إذا أردت أن تعرف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فعليك أن اكتشف بنفسك أنت، افتح المصحف واقرأ، وقف عند كل كلمة، وقف عند كل جملة، وقف عند كل سر، وانظر وتدبر، فإنك سترى ما يفوق طاقة البشر، ما يفوق طاقة الإيه؟ ما يفوق طاقة البشر. ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة، التي حط لي خط بقى كده تحت التي اختص بها القرآن. شيخنا العلامة الشيخ أبو موسى رزقه الله الصحة والعافية وبارك لنا في علمه وفي عمره، كان يقول: أنا أخذت كلمة البلاغة القرآنية، هو له كتاب اسمه البلاغة الإيه؟ القرآنية في تفسير الزمخشري، قال: أخذت هذه الكلمة من قول الخطاب البلاغة التي اختص بها الإيه؟ القرآن. البلاغة التي اختص بها، هو في بلاغة قرآنية وبلاغة غير قرآنية. ما البلاغة؟ هي البلاغة تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وحذف وذكر وتشبيه واستعارة ومجاز وكناية، موجودة في القرآن نعم، وموجودة في كلام العرب. ولذلك لا تقل لي البلاغة التي اختص بها القرآن، لا لا. الشيخ أبو موسى وهو من بقي من البقية الباقية في علماء هذه الأمة، قال: لا، أنا أخذت من هذا مصطلح البلاغة الإيه؟ البلاغة الإيه؟ القرآنية. البلاغة القرآن، يعني القرآن هناك أشياء اختص بها وليست موجودة في كلام العرب. والله يا أبا سليمان، لو أنك وضعت يدي على شيء أو شيئين أو ثلاثة فقط من هذه الموجودة في القرآن وليست موجودة في كلام العرب، يبقى أنت تحمد لك رحلة عمرك كلها، تحمد لك إيه؟ ها؟ رحلة عمرك كلها. تمام؟ طيب، مين؟ لا، بعدين نتعرض للمسألة دي. خدت بالك معي؟ وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر القرآن. طيب، يبقى الآن إذا سئلوا عن ذلك قالوا، ركز معي، إذا سئلوا عن ذلك يعني إذا قيل لهم ما البلاغة الخاصة بالقرآن، قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام. نعم، لا نستطيع أن نحدد الأمر الذي به باين القرآن كلام العرب. باين يعني غاير، مباينة يعني مغايرة، يعني الأمر الموجود في القرآن وليس موجودا فين؟ في كلام العرب. لا نستطيع أن نضع يد أيدينا على ذلك، وإنما يعرفه العالمون عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده. يعني يقولون: نحن نشعر بذلك حين نقرأ القرآن، نشعر بذلك، نشعر بأنه فوق طاقة كلام العرب وبأنه معجز بالبلاغ وبلغت عالية، لكن إذا قلت لي كيف كانت وما هي، لا أستطيع. يقول لك: أنا أشعر بذلك ولا أستطيع أن أحدد، ولا أستطيع أن إيه؟ أن أحدد. وأحال على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. الموضوع
أبو سليمان يحيلنا إلى تراث حافل، تراث شعري وتراث أدبي، ويقول بعض الناس يسمع الشعر فيطرب له، فإيه؟ ها؟ فيطرب له ويرى أنه شعر عالي ويرى أنه كلام بليغ، لكن إذا قيل له ما سبب بلاغته وما سبب شعورك هذا الذي وجدته في نفسك، لا يستطيع أن يصف. يقول نعم، أهو إحنا القرآن الكريم كذلك، إذا سمعناه أعجبنا به غاية الإعجاب وطربنا له غاية الطرب، ونزل في نفوسنا منزلا عاليا جدا من التأثير والقوة والروعة، ولكننا لا نستطيع أن نصف سر هذه الروعة، ولا نستطيع أن نصف أسباب هذه الروعة. تمام؟ يبقى ده قياس. إذا قيل لهم قولوا لنا بما تفوق القرآن، قالوا لا، نشعر بذلك لا دون أن نحدد، نشعر بذلك دون أن نحدد. طيب، يكفينا هذا، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة لنكمل فكرة أبي سليمان الخطابي التي فتحت له هذا الباب، ودخل منه على باب البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.